وايضا فرص الاستثمار المتبادل، سواء كان الاستثمار في المشروعات الاستثماريه في الجزائر او برضو ان يبقى في مستثمرين للعمل في مصر. احنا بنرحب ونقوم بتقديم كافه التسهيلات التي تحقق ذلك. الحقيقه ايضا خلال مباحثاتنا تحدثنا عن الاوضاع في المنطقه وقد ايه المخاطر الشديده اللي موجوده واللي بتتعرض لها المنطقه، بدءا من الحرب في غزة وتطورات الأوضاع والحرب في لبنان، ثم الأوضاع في ليبيا والسودان، والتوافق تام على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة. استعادة الاستقرار في المنطقة بشكل بعيد عن التدخل في شؤون الدول أو محاولة التآمر أو محاولة إسكاء الفتن بين الدول بعضها البعض. فيما يخص غزة تحديدا، لأن هي موضوع في إجماع عربي عليه، على أن أهمية إيقاف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين. ده أمر إحنا كلنا حريصين عليه منذ من أول اقتتال في 7 أكتوبر السنة اللي فاتت، وإحنا في مصر بنبذل جهد كبير في هذا الإطار، عشان حتى حجم المعاناة اللي بيتعرض لها أشقائنا في القطاع ضخم جدا، ونقدر نقول إن القطاع يعني تحت الحصار بقاله ما يقرب من 4 شهور دلوقتي. وبالتالي احنا كل الجهد اللي بنبذله مع كل الشركاء والأشقاء محاولة لإيقاف إطلاق النار زي ما قلت وإدخال المساعدات.